السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين قناة نفيد ونستفيد. محمود وادي يحييكم دائما ومن جديد. طبعا الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على محمد خير المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يتجدد اللقاء بكم اليوم أحبائي المشاهدين، واليوم سأناقش معكم الطرق السليمة للحصول على بيض مخصب لطيور البادجي أو الغندور أو الكوكتيل، بناء على طلب أخي محمد من الجزائر. أنا وعدته بأنني سأسجل هذه الحلقة، وها أنا اليوم مسجلها لكم كلكم جميعا للاستفادة والإفادة دائما بإذن الله. إخواني، إن طرق الحصول على بيض مخصب تكون يا إخواني عبر الآتي. أول شيء يا إخواني، العناية بالغذاء. الغذاء يا إخواني نقطة أساسية ومهمة ومحورية في مسألة خروج بيض ملقح ومضمون لطائر البادجي. من حيث يا إخواني المحفزات، إخوان الفاكهة تمتلك جميعها فيتامينات كما تعود بالنفع على الإنسان، هي نفس الفيتامين يعود بالنفع على الطائر، ولكن تختلف في الكميات. هناك يا إخواني أيضا المحفزات الطبيعية المقوية والمنشطة للدورة الدموية وأيضا المنشطة للحالة الجنسية لهذه الطيور كالآتي. أولا يا إخواني وجبات البيض الدسمة. البيض يا إخواني عنصر مهم وفعال في مسألة تحفيز الطائر من الناحية الجنسية وتقويته وإسناده في محاولات كثيرة للتلقيح. البيض في كل أنواعه، سواء كان مسلوقا أو كان مقليا أو كان يعني مع البقسماط مخلوط، هذه كلها تعد وجبة البيض وجبة دسمة. من ثم يا إخواني ننتقل إلى مسألة يا إخواني الحلبة. يا إخواني حبوب الحلبة هي محفز جنسي قوي، ولكن يا إخواني نستخدمها بطرق عديدة. الطريقة الأولى وهي النبات الحلبة المعتمد عليه كل العالم دائما، وهو كالآتي: نقوم أولا بغلي أو عفوا بمسك حبوب الحلبة أو ببعض حبوب الحلبة بغسلها بالماء البارد العادي جدا، ومن ثم تصفيتها وتنقيتها من الماء، من ثم وضعها داخل قماشة مغطاة لمدة 3 أيام. نفتح القماشة نجد بأن هناك نبات قد خرج من داخل هذه الحبوب. هذا النبات يا إخوان هو بالدرجة الأولى المحفز الجنسي القوي الذي نقوم بوضعه لطيورنا. هذا بالنسبة لحبوب الحلبة. أيضا يا إخوان النباتات محفز طبيعي قوي جدا، يجب الاهتمام والاطلاع عليها دائما، كالخس يا إخوان والجرجير والنعنع والبقدونس، جميعها يا إخوان تساعد في عملية جنسية لدى الطيور. تقوية الذكور جزء أساسي ومهم في مسألة التلقيح، يعني للحصول على دائما بطن أو بيض ناجح يجب الاهتمام والتركيز على الذكور بالدرجة الأولى من حيث الغذاء. كما قلت لكم صنف جدول أسبوعي يتضمن 3 أشياء: الكالسيوم التي تتلخص داخل البيض وحجارة الكالسيوم إلى آخره، ومن ثم يا إخوان المحفزات الطبيعية الجنسية كحبوب الحلبة أيضا جزء أساسي من المحفز الجنسي القوي. صفار البيض مهم جدا يا إخواني في هذه المرحلة، وأيضا عظم الحبار البحري سوشيا أو الحجارة الكالسيوم أيضا مهمة، هي تستخدم سبحان الله في مسألة الكالسيوم وفي مسألة أيضا التحفيز الجنسي والتقوية الجنسية لهذه الطيور. ومن ثم كمان يا إخواني الفاكهة يا إخواني مهمة جدا، تعود بالنفع على هذه الطيور من حيث التنقية والترقية في صحتها الجنسية، مثل التفاح، النجاس، الخوخ، التوت الأرضي، التوت البري إلى آخره. وأيضا يا إخواني بعض البقوليات تستخدمونها كمحفزات جنسية قوية، كالبرقوم، كالدوار الشمس، كالبريقة، الفاكهة المجففة، اللهم صل حبوب الحمص. حبوب الحمص يا إخواني لو قمت بسلقها من ثم تبريدها ووضعها للطيور، هي وجبة مفضلة لهذه الطيور من حيث التقوية والزيادة في نسبة التزاوج بإذن الله، يعني محفز جنسي قوي. حبوب اللي هو الحمص نقوم بنقعها بالماء من ثم غليها ومن ثم تبريدها ووضعها، تكون أصبحت مرنة وهلسة، أي أنها قد طبخت جيدا، توضع للطيور بعد أن تتم عملية طبخها وتكون قد بردت، توضع مباشرة للطيور لأنها محفز جنسي قوي بالدرجة الأولى. هذا من ناحية البقوليات يا إخواني.
هناك كمان يا اخوان الفلفل الحار، بعض المربين يستخدمه، هذا ناجح ما في اي مشاكل، ايضا محفز جنسي قوي ويقوي عضلة القلب لهذه الطيور. لو قمت بوضع نصف قرن فلفل هذا كافي يا اخوان، يوم واحد في الاسبوع يكفي، ما في اي مشاكل من هذه الناحية. يعني كلها هذه باختصار عناوين توصلك كمربي الى ان شاء الله طرق سليمة في نجاح بيض طائرك بدرجة كبيرة، يعني من خلالها تستطيع الحصول على بيض ملقح بإذن الله. كانت يعني هذه الحلقة والمرحلة والمحطة بناء على طلب أخ لنا محمد من الجزائر، وأنا إن شاء الله قد أوفيت هذا الوعد، ولكن هي دائما فائدة للجميع خصوصا المربين الجدد للاطلاع أكثر على تربية سليمة بإذن الله. في النهاية من لديه سؤال واستفسار في صلب هذا الموضوع أو غيره من المواضيع أبدأوا بردودكم وأسئلتكم، أنا أنتظركم جميعا أسفل الفيديو دائما صندوق الردود، وأيضا رابطنا الخاص في الفيسبوك صفحة قناة نفيد ونستفيد، ورابطي ورقمي الخاص بالواتس أب محمود وادي شخصيا يعني للتواصل بشكل مباشر كل يوم ساعة، أكيد كلها توجد في صندوق الوصف طرق التواصل. في النهاية أكيد لا تنسوا أكيد الإعجاب والاشتراك في هذه القناة ليصلكم كل ما هو جديد بإذن الله. أخوكم دائما ومحبكم دائما محمود وادي من قناة نفيد ونستفيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.